السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبابي؟ إن شاء الله بخير. هذا اليوم فيديو جديد إن شاء الله. اليوم جاي للصيد وحدي، مو وحدي يعني، بس كل واحد أخذ مكان، يعني أنا يعني بمكان، يحيى بمكان، وجادها من مكان ثالث، فحبينا نصيد كل واحد وحده اليوم. إن شاء الله يكون صيد زين ويكون بيه طير. أنا أخذت موقع كل الزين، يعني الحمد لله طلع رقمي زين، فأخذت موقع كل الزين، فإن شاء الله يكون أكو صيد ويوم يعني يكون بيه فيديو حلو. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناة حبايبي، حتى نظل ننزل فيديوهات أكثر. تحياتي لكم، أخوكم محمد الحمداني. حذافة هسه اخذناها.
اثنين ثلاث حذافات، اثنين زرق وواحدة خضراء. طبعا هذا كان صيدنا لليوم، اخذنا خمس حذافات وانثاية الشبلر، اخذنا واحدة اثنين ثلاثة بلو وينج واثنين جرين وينج، فحل ونثيه.